السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني اليوم نقدم لكم سلسلة تسمى بسلسلة درر الأكابر، وهي سلسلة عظيمة جدا فيها ما فيها من الفوائد العظيمة، وكأنه يتحدث عما يحدث اليوم بالتفصيل الممل. وهي لأحد التابعين رضي الله عنه يسمى ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، قد قالها قبل 7 قرون. قال هنا: من عجيب ما رأيت ونقدت من أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار والتحسر على قلة الأرزاق ودم الزمان وأهله وذكر نكد العيش فيه والحديث عن غلاء الأسعار، وهم قد رأوا من انهدام الإسلام والبعد عن المساجد وموت السنن وتفشي البدع وارتكاب المعاصي والمجاهرة بها، يعني ارتكاب المعاصي ثم يجاهر بها. فلا أجد منهم من ناح على دينه، لا تجد واحد ينوح على دينه أبدا، ولا بكي على تقصيره، يبكيش على التقصير تاعو ابدا، ثم يسب الزمان وتقصيره، ولا اسى على فائت دهره. وما ارى لذلك سببا، اي ما حل بهم من مصائب واوبئه وامراض وكوارث الا قله مبالاتهم بدين الاسلام وعظم الدنيا في عيونهم. الاداب الشرعية، الجزء الثالث، الصفحة 240. ثم قال هنا في الآداب الشرعية: ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ويغفر زلته ويرحم عبرته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته، ثم يقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته. هذه الآداب الشرعية 1290. وبارك الله فيكم، ونتمنى الاستفادة والتبليغ عن هذه الفوائد العظيمة.